وزراء خارجية الدول العربية يعتمدون في نواكشوط جدول أعمال قمة الأمل. الشباب الموريتاني يدخل على الخط في جهود الاستعدادات المحضرة للقمة العربية عن طريق مبادرة معبرة. مجموعة نواكشوط الحضرية تناقش سبل تدعيم العمل العربي المشترك. أهلا بكم إلى نشرة أخبار قناة الساحل من العاصمة نواكشوط. اجتمع وزراء خارجية الدول العربية صباح اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، وذلك تحضيرا لمجلس رؤساء القمة الذي سيلتئم بعد غد في دورته 27. وعقد وزراء الخارجية جلستين مغلقتين، تم في الأولى منهما اعتماد جدول أعمال القمة ومناقشة بنود، بينما تناولت الثانية اعتماد القرارات المحالة للقادة. اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب للقمة 27 في نواكشوط كان فرصة للحديث عن الأوضاع الدولية والإقليمية وتشخيص أمراض الجسم العربي المتعدد بما فيه من الاقتتال الداخلي متعدد الجنسيات ونقص الاستقرار السياسي وتدهور دولة المؤسسات، أمور من بين أخرى تجعل طرحها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ورغم الظروف التي تعيشها منطقتنا العربية، فإننا على يقين من أن هذه الدورة سوف تمثل انطلاقاً لعمل عربي يقوم على تفعيل مجالات التعاون والتشاور للتصدي للأزمات التي تستهدفنا جميعاً، وفي مقدمتها استشراء العنف متعدد الجنسيات في الأقاليم والعقول غير المحصنة والاصطفاف الطائفي والمذهبي وانتشار السلاح وانهيار المؤسسات وغيرها من عولمة الظواهر الراهنة. وهذا ما يستوجب علينا أكثر من ذي قبل أن ننظر لقضايانا المصيرية بكثير من الواقعية والتعقل. الاجتماع المهيئ لعقد اجتماع القادة العرب عبرت فيه الدول الأعضاء عن ضرورة تفعيل قرارات الهيئة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية المتعثرة، لكونها من أكثر القضايا التي تتوحد فيها الشعوب العربية مع حكوماتها منذ الاحتلال إلى اليوم. فأولويات الأشقاء يبدو أنها تنصب في مجرى الجرح الفلسطيني النازف منذ أكثر من 6 عقود من الزمن، وإن كانت هذه القمة على عكس سابقاتها على الأقل من حيث الفترة القياسية التي عقدت فيها وتزايد الملفات المتعلقة باللجوء والهموم العربية خلال السنوات الأخيرة والتي تتطلب مزيدا من الشراكة والفاعلية. حقيقة يعني موريتانيا رفعت التحديات وفي ظروف يعني قياسية، الآن كل الشروط يعني متوفرة لإنجاح هذه القمة، سواء شروط كانت سياسية بوجود وفود على أعلى مستوى أو يعني شروط يعني كانت ميدانية، يعني سواء كان يتعلق الأمر بالتسهيلات في الفندقية ولا تسهيلات يعني أخرى متوفرة، وهذا يعني بالنسبة لي حتى للشعب الموريتاني هذا يعني حقيقة ستكون هذه القمة قمة تاريخية. أوضاع البيت العربي يبدو أنها تتطلب مراجعة كل القضايا بواقعية ووضع استراتيجية تأخذ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وسط دعوات لبلورة تصورات شاملة في العالم العربي المتغير، في إشارة ربما إلى التحكم الأجنبي في بعض من أجزاء الوطن العربي الكبير.
ونتابع فيما يلي أهم البنود التي سيناقشها مجلس الرؤساء في جامعة الدول العربية في الدورة 27 في العاصمة نواكشوط. أهلا بكم. أهم البنود التي سيناقشها القادة العرب في قمة نواكشوط: القضية الفلسطينية، الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، الأزمات السورية والليبية واليمنية، التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، المشاريع المقررة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقدمت موريتانيا بصفتها الدولة المضيفة عدة مقترحات، من أهمها خطة للتشغيل تضمن دمج الشباب في الحياة النشطة وتبعده عن اعتناق الفكر المتطرف، تجاوز النظرة التقليدية للعلاقات الإفريقية العربية والاستثمار في القارة السمراء باعتبارها عمقا استراتيجيا للعرب، تكريس الحريات والديمقراطية كضمان للاستقرار، الاهتمام بقضايا الشباب والمرأة من أجل دفع عجلة التنمية. عودة إلى الاستديو. وينضم إلينا في الاستديو السيد الحسين ولديه، مدير الشؤون العربية والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية. مرحبا بكم سيد حسين. سيد حسين، ماذا تتوقعون حول نتائج هذه القمة؟ شكرا. طيب، أشكركم على هذه السانحة التي أتحتم لي ولدبلوماسية الموريتانية لإطلاع الرأي العام الوطني والقومي على ملفات هامة، ألا وهي انعقاد القمة العربية في دورتها 27. القمة العربية حدث تاريخي، خاصة أن موريتانيا تستضيف هذه القمة لأول مرة في تاريخها. ويكرر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون دائما في محادثاته مع الأشقاء العرب أن موريتانيا انتظرت هذا الحدث طويلا، وها هي اليوم تستضيف القمة العربية. كما تعلمون، استضفنا القمة العربية في ظروف قياسية واستثنائية. كيف تعاملتم مع التحضيرات، خاصة أن الفترة وجيزة جدا؟ أشكركم على السؤال. انعقاد القمة العربية ينتظم بشكل دوري، وكان يتوقع أن تستضيف موريتانيا القمة العربية سنة 2017، ولأسباب معروفة قبلنا التحدي أن نستضيف القمة العربية السنة الجارية، فكان هناك سباق مع الزمن وكسبنا الرهان بالإعداد الجيد للقمة من حيث الاستعدادات اللوجستية والفنية، والكل أشاد بما أنجزته موريتانيا في فترة وجيزة. طيب سيد حسين، تنتظر قمة نواكشوط ملفات كثيرة ومعقدة، كيف سيكون تعامل القادة العرب مع هذه الملفات في نظركم؟ طبعا القادة العرب يتعاملون مع مسائل البعض منها روتيني، بحيث أن القمة العربية ستنظر في جدول أعمال حافل بالقضايا العربية العديدة، منها ما هو ثابت في جدول أعمالها ومنها ما هو مستجد حسب الظروف وحسب المعطيات. نتوقع منها أن تكون قمة ناجحة، فأملنا كبير أن تؤسس الانطلاقة الجديدة للعمل العربي المشترك، ونتوقع أن تكون لها الخصوصية الموريتانية بحيث نستضيفها على أرض عربية إفريقية، وبالتالي ستكون هناك بصمة موريتانية. البيان الختامي للقمة وإعلان نواكشوط سيحث على ضرورة تعزيز الشراكة العربية الإفريقية. كما تعلمون وهذا لا يفوت عليكم، أن نصف تقريبا الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية يقعون في القارة الإفريقية، وثلثي ساكنة الوطن العربي ينتمون إلى القارة الإفريقية. وموريتانيا كما هو معروف لها دور تاريخي في القارة الإفريقية في نشر الثقافة العربية الإسلامية، ونتطلع إلى أن تصدر
توصيات قوية. البعض يتحدث عن قرارات، عن خلافات عربية حادة تعيق إمكانية الوصول إلى قرارات مشتركة فعالة. إلى أي حد يمكن العرب أن يتجاوزوا تلك الخلافات في نظرك؟ الجامعة العربية مؤسسة عتيدة قديمة جدا، تأسست بفترة قبل الأمم المتحدة، عمرها اليوم يزيد على 70 سنة، وظلت دائما القطاع الجامع للأمة العربية في مختلف تكوناتها. وطبيعي أن داخل الأسرة الواحدة والبيت الواحد تكون هناك تباينات في وجهات النظر، ولا يمكن أن نسميها خلافات. والدليل على أن ليس هناك خلافات بالمفهوم، بمفهوم الخلافات، أن أعمال اليوم تمت بسلاسة تامة وبتوافق منقطع النظر. فهذا يدل على أن هناك إرادة قوية لدعم. هناك أمل في قمة الأمل، سماها البعض بالأمل، وهناك فعلا أمل. هناك فعلا. طيب سيد الحسين ولد الدين، مدير الشؤون العربية والمنظمات الإسلامية، كنت ضيفنا في النشرة، شكرا جزيلا. أشكركم على الاستضافة. شكرا. قال المبعوث الفرنسي لمبادرة السلام في الشرق الأوسط بيير فيمونت في تصريح خاص لقناة الساحل إن فكرة إنشاء دولتين هو الحل الأوحد بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعا المبعوث إلى إعادة تحريك الحديث عن مسار السلام. وقدم فيمونت لوزراء خارجية الدول العربية الرؤية الفرنسية لحل النزاع القائم بين إسرائيل والعرب في الشرق الأوسط. بالنسبة لنا يجب إعادة تحريك المنظومة الدولية حول مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي غاب في السنوات الأخيرة عن الحديث الدولي، وذلك يخلف فرضا خطيرا. المهم بالنسبة لنا يجب إعادة الحديث عن مسار السلام بناء على فكرة الدولتين، وهو الحل الوحيد. هاجمت وسائل إعلام لبنانية وزير الصحة اللبناني وائل فاعور إثر تهكمه على الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تصريحه الذي أكد فيه أن وفد حكومته سيبيت خلال ليالي القمة في المغرب، لأن موريتانيا لا تطابق المواصفات البيئية والصحية لتنظيم القمة. إنه ما في عندهم بنية جاهزة للاستقبال، يعني الوضع المزري، حتى أنه القمة تقام في خيمة. أيها الفاعور، فقد أسأت إلى بلاد المنارة والرباط، رمز الضيافة العربية الأصيلة موريتانيا. لسان حال شنقيطة يقول: نحن فقراء لكننا أغنياء بتاريخنا العلمي الثر، وبثقافتنا التي أنرنا بها أدغال إفريقيا، وبعلمائنا الذين طاولت شهرتهم عنان السماء. لعلك لا تدرك أيها الفاعور أن الفقر عند العرب ليس منقصة، بل إن العرب عرفوا بكرمهم رغم الفقر. ألم تصلك أخبار حاتم الجود لما عقر فرسه الوحيدة لضيوفه حين لم يجد غيرها؟ وحدهم اللبنانيون قد يفهموا سر مبيت وفدكم في المغرب. هدفان أساسيان يدفعانكم إلى ذلك: أولهما زيادة فواتير تكاليف السفر بما يخدم مصالحكم الشخصية، وثانيهما أنكم تخافون من لقاء جالياتكم في موريتانيا والدول المجاورة لها، فليس عندكم ما تقدمونه لهذه الجاليات. عجزتم عن حل أبسط مشاكل الداخل اللبناني، وهو تنظيف العاصمة بيروت، فكيف إذن بحل مشاكل لبنانيي الخارج؟ أنتم وحسب الكثير من اللبنانيين لا تحسنون إلا فن الفساد بمختلف أنواعه. كلنا صرنا زبالة، عم بتكبون يمكن علينا وفينا وببيوتنا، لأنه نحن صرنا شعب زبالة. اسأل أيها الفاعور اللبنانيين الذين عاشوا رتحا طويلا من الزمن في العاصمة نواكشوط، سيحدثونك بإخلاص عن طيب هذا الشعب وكرم ضيافته. هذه يا فاعور شوارع العاصمة نواكشوط، وقد تزينت ولبست حللها احتفالا بوفود العرب، وليس بها شباب يردد طلعت ريحتكم. هذه نواكشوط وميناؤها من أقل الموانئ العالمية تلوثا، على العكس تماما من ميناء بيروت
المصنف ضمن الموانئ الأكثر تلوثاً في العالم. الموريتانيون واثقون أنك لا تتحدث بلسان الشعب اللبناني الكريم المضياف، ومسؤول موريتانيا لن يردوا عليك، فلسان حالهم يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصر بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. تتواصل الاستعدادات المحضرة للقمة العربية في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، بينما تسير الحياة بشكل طبيعي في بعض الأحياء الأخرى. محمد والعمر بلول قام بجولة في أطراف العاصمة وعاد لنا بالتقرير التالي. اقترب الوعد، بل اقتربت القمة. حديث في عمق الاستعدادات وأسئلة عن مدى جاهزية نواكشوط لقمة الأمل. يجيب قصر المؤتمرات عن الجاهزية التامة، حيث اكتسى حلة جديدة انسحبت على الشوارع المحيطة به، والتي تزينها باسقات النخيل. الكل يعمل على نزع الأدران عن نواكشوط. شوارع فسيحة تعبر عن رحابة صدور الموريتانيين باستضافة العرب. سخرت موريتانيا كل الإمكانيات لاستضافة القمة التي اعتذرت المغرب عنها في ظرف زمني وجيز، سباق محموم مع الوقت، وطمأنة للقادمين على أن الوضع الأمني بخير وأن يدخلها بسلام آمنين. تأخذ مدينة نواكشوط في جزئها الغربي زخرفها وتتزين استعدادا للقمة العربية 27، فكيف هو الحال في باقي أجزاء المدينة؟ حال يشي بأن الحياة على طبيعتها. الأسواق ما زالت مفتوحة وستبقى كذلك عكس ما تردد، فالحياة مستمرة، لن توقفها أيام العرب. والدليل على ذلك الرحلات التي تترى من وإلى فيافي تازيازت، حيث التنقيب عن الذهب بعيدا عن صخب وآمال قمة العرب. مش نعرف القمة، القمة ما نعرف ولا نعرف، لا الناس عنها ماشي على الذهب، وكلهم ماشي دور 10 على 20 والقمة قاع ما وصايبلها دور شي يديروا في كرش. الرحلات تقيس ذهب وجاية من الشروق، اياك تحضر في القمة، فهمت؟ معناها انه ما يحكمنا عنه شيء سوشن، يحكمنا عنه الا الموت. بذلك يبدو ان موريتانيا ماضية في انجاز ما وعدت به من تنظيم قمة عربية حتى ولو تحت خيمة، لتقول للقادة العرب: علينا التنظيم وعليكم النجاح. محمد عمر بلول، الساهل تي في، نواكشوط. وفي إطار الاستعدادات دائما يقوم عشرات المتطوعين الشباب بجهود كبيرة في مجال تنظيف العاصمة نواكشوط. ولاقت حملة المتطوعين الشباب إعجاب الكثير من المواطنين، حيث تعبر عن الحرص على المصلحة العليا للبلد وإظهار العاصمة بمظهر لائق في وجه الضيوف العرب. العربية إن شاء الله تعود علينا، إن شاء الله تعود معيارها زين، إن شاء الله وتنجح بالسلام، ورئيس يكافئ نعطاله جائزة نوبل للسلام أحسن رئيس. القمة العربية جيدة ما شاء الله، نحن معاهم هم اللي بروحنا وبدمامنا وكل شيء ما شاء الله. استعدادات جيدة ما شاء الله، ما في شيء ما شاء الله مشقر، ما قايل حد في شيء. سبنا أدريت شيء ما قطع درت بها من رشيت لنا دقيقة واحدة ما إلا كانت باخلت، ما كانت تلقى الخطار والله الله شنو ما عاد تفسير شنو على كل حال ما اللي وقت كان كسيه الحقيقة هم استعداد كان زاد حد المعتاد ويرن اللي هذا بأس للعموم يقام يكبر من قده. ونتابع في مالي أراء بعض المواطنين الموريتانيين حول القمة العربية التي تعقد لأول مرة في موريتانيا. نظمت مجموعة نواكشوط الحضرية ندوة علمية مساء أمس لبحث الدور الموريتاني في دعم العمل العربي المشترك، ويأتي هذا النشاط ضمن الفعاليات الفكرية المواكبة لانعقاد القمة العربية في العاصمة نواكشوط لأول مرة في تاريخ البلاد. نواكشوط تبحث اهتمامات الدول العربية في إطار التحضيرات للقمة 27، احتفالية في مقر المجموعة الحضرية بعدد من مناديب الدول لدى الجامعة للتطرق للدور الموريتاني في دعم العمل العربي المشترك، حيث تطلع إلى تطوير العمل الثقافي والمزيد من تفعيل الشراكة المثمرة بين موريتانيا والدول العربية. وأملنا كبير
أن تسهم هذه القمة في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة بالاستجابة لتطلعات الشعوب العربية ومعالجة مختلف التحديات التنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة. الحضور العربي عبر عن ارتياحه بالمكانة الخاصة التي تعطيها موريتانيا للقدس الشريف والقضية الفلسطينية التي ينتظر أن تكون ضمن أهم محاور أهمية أشغال القمة. القمة مكنتنا من التعرف على مكان فيه كل هذه العروبة، كل هذا الحب لفلسطين، كل هذا الانتماء العربي لكل القضايا العربية حقيقة. وأعتقد أنه إحنا شاركنا بالجلسات الأولى للقمة العربية وكانت قضية فلسطين حاضرة أيضا، وشكرا للرئيس الموريتاني، فخامة الرئيس الموريتاني والحكومة الموريتانية وللشعب الموريتاني على الكلمات الطيبة التي قيلت بحق باتجاه فلسطين واتجاه القضية الفلسطينية. محاضرات المتدخلين في الندوة أرادت إبراز تاريخ موريتانيا وإشعاعها الثقافي، مؤكدة أن البلاد تلعب دورا محوريا بالتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والمساهمة بقوة في تعزيز الأمن القومي العربي. محمد رمين والمحمد المامي، قناة الساحل، نواكشوط. نظم المجلس الأعلى للشباب الموريتاني ندوة في نواكشوط تبحث واقع الشباب العربي فرص التنمية وتحديات الإرهاب، ودعا منعش الندوة إلى اتخاذ سياسات ضد التهميش والإقصاء والفقر والأمية سبيلا لاستغلال طاقة الشباب كثروة لها دور هام في تنمية المجتمعات. واعتبر رئيس الهيئة المنظمة للندوة أن الشباب يواجه تحديات في ظل غياب مقاربات تحصنه ضد مخاطر الإرهاب والتطرف حسب تعبيره. لقد شهدت السنوات الأخيرة منعطفا جديدا على صعيد الأمن في العالم، حيث لم تعد متطلبات السلامة الأمنية تقتصر فقط على ضرورة حماية الدولة والسيادة كما كان معهودا، وإنما أخذت منحا جديدا أكثر تعقيدا. ومع مطلع القرن الحالي اتخذ مسار الأمن بشكل عام منعرجا جديدا، غير النظرة النمطية إلى ما نسميه اليوم بالإرهاب. نشرتنا انتهت، عودة للتذكير بعناوينها. وزراء خارجية الدول العربية يعتمدون في نواكشوط جدول أعمال قمة الأمل. الشباب الموريتاني يدخل على الخط في جهود الاستعدادات المحضرة للقمة العربية عن طريق مبادرة معبرة. مجموعة نواكشوط الحضرية تناقش سبل تدعيم العمل العربي المشترك. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.